نحن المنظومة منها إذا جيت نتكلم عن المنظومة، لا المنظومة فيها ما فيها عمل واضح، يعني على بحيث أنك أنت تقول والله أنا أريد روح كأس العالم، خلينا واقعيين يعني في الأخير. تريد تكون حالم بأي عمل أنت تريد تروح كأس العالم، بأي فكر بأي عمل، وأنت تعرف الواقع هذا كله، أنت أول واحد يعرف الواقع هذا كله، بس أنت خافي الواقع هذا طبعا. لا ابدا، هل الواقع ما يأهلنا نروح كاس العالم؟ نعم، لا ما صحيح، في ظل وجود ثمن مقاعد ونص، ما لو عندك 10 20 مقعد عملك، بتكلم عن العمل اللي بتقدمه يا رجل في التصفيات الماضيه، يا رجل يا احمد يا ضمن الثمانيه، هل انت افضل من المنتخب العراقي في المباراه الاخيره؟ خلينا في المباراه، لا تتكلم، انا بكلمك عن المباراه. أنا انت هذا المنتخب العراقي عنده اكثر من 20 لاعب محترف برا، هل انت افضل من المنتخب الكوري؟ لا، اذا تتكلم عن واقع تتكلم عن واقع، انتم اللي خافين الواقع هذا كله. اليوم لما تتكلم عنك انت تروح كاس العالم، يجب ان يكون عندك اصلا عمل غير عادي. انت مجرد انه راحت عندنا ثمان مقاعد نحن نريد نروح كاس العالم، ما انت في منطقه ضمن الثمانيه الكبار يا رجل يا اخي، وانت يا هل انت ثمانيه الكبار برانكو. من الثمانيه الكبار فتره برانكو التصفيات النهائيه الماضيه، فتره برانكو انت الحين تتكلم عن، انا بتتكلم عن، طيب انت نحن عملنا في اس ايش اذا تتكلم عن مستوى؟ انا اكلمك عن تصفيات كاس عالم اللي احنا فيها أنا الان، انا اكلمك تصفيات كاس العالم الماضيه كنا ضمن الثمانيه الكبار. طيب انت بتتكلم الان زاد العدد، يفترض ان نكون موجودين، ما يصير نفترض يكون وانت الان ابو فيصل سامحني معلش سامحني احمد فضل. انت الان بتتكلم، انت انا بكلمك، انت تتكلم فضل. عن واقع، نعم، هل واقعنا وعملنا اللي قاعدين نشتغله يودينا كاس العالم؟ ما انا ما اقول لك انت بتتكلم، يعني انت معناته انت بتعيش واقع غير صحيح. انت كاعلامي الان كناقد انت بتتكلم عن واقع غير صحيح، كيف تتكلم عن واقع غير صحيح وبعدين تقول انا اريد اروح كاس العالم؟ انت تتكلم مسابقتي مش جيد، صح ولا لا؟ انديتنا مش كويسه، منتخباتنا مش كويسه، والان انت تقول لي انا اريد اروح كاس العالم؟ طيب ليش لازم قبلت المهمة؟ كاس العالم؟ ليش قبلت المهمه؟ انا اتكلم، انت بتتكلم عن الاله، انت انت بتتكلم بفيصل. لحظه معلش اسمح لي بس اتكلم بمنطق يا انا اخي، انا كلمتك عن، لا انا بكلمتك، لا انت بتتكلم انت بتتكلم عن واقع، انا بشرح لك واقع، لكن انا لما تكون عندي مساحه توجد لي مساحه، وهذا الكلمه اللي انا دائما استخدمتها في الكلام مالي معك، نستفيد منها نستغلها نعمل عليه، لكن بس انت الان بهذا الجانب، لكن انت الان انت كاعلامي الان وتتكلم وتقول لا انا لازم اروح كاس العالم، تروح انا يا رجل ثمانية مقاعد عندي لازم اروح كاس العالم، تروح انا اختلف معك في هذا الجانب يا اخي، بالرغم من تراجع مستواك في على مستوى المسابقه وعملك في المراحل السنيه، لكن انت عندك الامكانيه تخطف احدى البطاقات، كيف عندك الامكانيات؟ اوكي انت الان في الوضع الحالي، انا زي ما قلت لك من البدايه، قلت لك احمد الان نحن العمل اللي بنقدمه على مستوى الرياضه عندنا ما يسمح لك تروح كاس العالم، لكن انت الان في وضع انه في مسابقه عندك في ثمانيه مقاعد، الان انت من ضمن المجموعه، تستفيد وتحاول تستغل الوضع اللي انت فيه انك تروح كاس العالم، تروح كاس العالم، لكن ما العمل وحجم العمل اللي نحن بنقدمه ما يسمح لنا، نتكلم عن العمل وحجم العمل اللي نقدمه على مستوى الانديه، على مستوى الرياضه عندنا في البلد، ما يسمح لنا نروح كاس العالم، خلينا نكون منطقيين. خلينا نكون منطقيين، والله أنا بكلمك في هذا الجانب، ولا تاخذ الشخصي يعني، ولا وانا ايضا ما ماخذه، وانا لعلمك انا مش ماخذه مهرب من هذا الجانب. لما تقول لي ليش قبلت المهمة؟ لأنه قبلت أنا هذا في تحدي أمامي، وحس أنه أنا بما أنه في ظروف تسمح لنا، في ظروف تسمح لنا أن نروح كأس العالم نستغلها ونستفيد منها، لكن أنت لما تتكلم عن عمل وحجم عمل في رياضتنا أنه لا والله العمل وحجم العمل هذا يوصلنا كأس العالم، لا ما صحيح، بس في تناقض كبير في فرق، ما له دخل ما في كلامك تناقض. الان كلامك ما انت تقول في فتره انا بشرح لك وضع ابو فيصل سامي، انت بتتكلم عن، خليني اكمل بس، انت تقول انك متيقن بانك رجل المرحله وبانك عارف وعندك تجربه وخبرات، واحنا متفقين على تجربتك وخبراتك، بس الان تقولي لو كان عندنا 20 مقعد مؤهل من قارة آسيا، انا بكلمك عن حجم العمل اللي بنقدمه بغض النظر يا أحمد رجل، انت سالتني احنا 2019 لكن انا بكلم 2019 نفس الشيء 2019 اقصد عفوا التصفيات الماضيه مع برانكو النهائيه كنا قاب قوسين او ادنى، صعدت ولا ما صعدت؟ كنا ضمن الثمانيه، طيب ما صعدت، يفترض انه نبني، احنا في الاخير انت بتتكلم عن نتيجه احمد، بتتكلم عن النتيجه، هل انت رحت كاس العالم؟ لا ما رحت، طيب بس خلاص انا بس الان الفرصه زادت، هل انت افضل أبو فيصل. لحظه، هل انت تضاعفت الفرصه يا رجل، معلش تضاعفت الفرصه في الاخير، يبقى في نفس الاخير تضاعفت الفرصه لك ولا غيرك، للكل تضاعفت الفرصه، فبالتالي انا بتكلم عن حجم عمل بنقدم في رياضتنا، حجم العمل اللي بنقدمه في رياضتنا لا يسمح لنا نروح كاس العالم، لكن انت بما انك انت موجود والفرصه صارت اكبر انت تستغل،
على حجم العمل اللي بتقدمه تستغل الظروف اللي انت فيها انك انت تروح كاس العالم. طيب تستغل الظروف، لكن انت لما تتكلم عن شيء وتتكلم عن واقع مختلف. انا بكلمك عن حجم العمل اللي نحن قاعد نقدمه في رياضتنا، لكن فيما يخص المرحله هذه لا، نحن الان في مرحله في 8 قاعد نستفيد من المرحله هذه ونستغل المرحله هذه ونعمل على اساس انه نحن نروح كاس العالم. انا هذا الكلام اللي بقول لك اياه من البدايه، بس انت ما صرت مصر انه نحن لازم نروح كاس العالم.